هل تم رصد حالات وفيات بين صفوف النازحين بسبب المخفضات الجوية؟ شكرا لقناة التغيير على الاستضافة، تحية لجمهوركم الكريم. الحقيقة وردتنا معلومات من مخيم إشتي بأن هناك اثنين توفيا نتيجة، وهذه الموجة الصقيع، الموجة التي بلغت درجة الحرارة 10 إلى 0، وهناك أخرى في كالح امرأة من المهجرين مناطق نهر الإمام التي هجر من مناطق تقريبا شهر، وعدا ذلك هناك أراضية شديدة من المخيمات، مخيم الجدعة جنوب الموصل، هناك انتشار لحالات كورونا، والمخيمات سواء تلك التي ترعاها الحكومة وتقدم لها الدعم أو تعترف بها رسميا، او تلك المخيمات التي تنكرت لها الحكومه وتنصلت عنها وزاره الهجره والمهجرين، هناك اوضاع ماساويه، وتقريركم نقل جزء من المعاناه في مخيمات عمليه الفلوجه وبزيبز غربي العاصمه بغداد. وهذه المخيمات بالمناسبه لا تعترف بها الان وزاره الهجره والمهجرين ولا محافظه الانبار ولا محافظه بابل، لان هؤلاء النازحين من مناطق جرف الصخر والعويسات التابعه لمحافظه بابل، وهذا أصبح النازحون كالكرة تتقاذفها المسؤولين الحكوميين، وزارة الهجرة تتنصل، الحكومة لا تعترف، حتى المخيمات كما أسلفت التي تعترف الحكومة بأنها موجودة وقائمة وتحظى بالدعم الحكومي لا تقدم لها مساعدات إلا نزل يسير، كما في مخيمات إقليم كردستان في السليمانية لدينا تقريبا 170 ألف شخص، 37 ألف عائلة. في أربيل لدينا تقريبا 30,000 شخص نازح، 7,000 عائلة. في دهوك لدينا 123,000 شخص، 26,000 عائلة. هذه المخيمات رغم أنها تحظى بحتى اعتراف الأمم المتحدة وتقدم لها مساعدة دولية، لكن المساعدات ضعيفة جدا، والمخيمات والخيام مهترئة، وهي على حالها منذ بضع سنوات، تقريبا 5 إلى 6 سنوات. فهناك واقع مأساوي مرير، والحكومة مسؤولة عن ذلك مسؤولية مباشرة. طيب أستاذ حسن، أرحب بك، وأود لو تعيد ما قلته في بادئ حديثك، كون الصوت لم يكن واضحا، عن الوفيات، إذا ما كان هناك وفيات سجلت في المخيمات. وأسأل أيضا يعني في ظل هذا الوضع الذي ذكرته وقلة وصول المساعدات وإدراك هؤلاء النازحين، ماذا لو تأخرت وسائل إنجاد هؤلاء؟ ما الكارثة التي ممكن أن تحل بهم؟ بالعودة لموضوع الوفيات، لدينا أنباء لسنا بوارد التحقق منها، لأن في مخيمات سليمانية، وهذه المخيمات خارج صلاحياتنا ولا نستطيع الوصول إليها، هناك رقابة شديدة، لكن بلغتنا أنباء من بعض النازحين بأنهم باتصالات تلفوني هناك وفيات اثنين في مخيم عشتي، وهو أكبر مخيمات سليمانية وأكبر مخيمات أقليم كردستان. هذا المخيم فيه تقريباً 18,000 عائلة، وهو أكبر مخيمات العراق. هناك وفاة أخرى لعجوز مسنة من المهجرين من نهر الإمام، وهؤلاء الذين هجروا من نهر الإمام في أحداث التي حدثت قبل أكثر من شهر ونصف، نزحوا إلى بيوت مهجورة أو مناطق يعني هي أصلا بالأصل مرهقة على المستوى الإنساني والحقوقي، وبلغنا أن موجات البرد، يعني هذه الإمرأة التي توفيت تسكن في بيت ليس فيه شبابيك، وهو بالكاد يعني في العرف العراقي نسميه هيكل بيت، وتوفيت هذه الإمرأة أول أمس. الإشكالية الحقيقية اليوم، حتى كما أسلفت، في المخيمات التي تحظى بدعم حكومي هناك كهرباء متقطعة، عند وجود الكهرباء هناك الصوبات المدافئ الكهربائية، لكن عند انقطاع الكهرباء يتركون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الظروف المناخية سيئة جدا، وقد شاهدنا الثلوج وشاهدنا البرد الشديد حتى في المناطق التي لا تسقط فيها ثلوج في مخيمات عاملة الفلوجة، نقلت شهاداتكم التي وصلت لمرصد أفاد أن البرد الشديد يحاصر هؤلاء، وسائل التدفئة منقطعة، الناس
يطالبون الحكومة أو المنظمات الإغاثية أو الميسورين بإمدادهم بمادة النفط الضرورية للمدافع النفطية. فهذا الواقع المأساوي يقودنا إلى أنه إحنا نحث ونناشد أنه الحكومة أن تخرج من حالة الصمت التي تعيشها منذ أكثر من عام، وعليها أن تتراجع عن الموقف المتصلب الذي اتخذته الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي أو وزارة الهجرة والمهجرين، بأنها تدعي أن المخيمات أغلقت عدا كردستان العراق، فهناك آلاف الناس بحاجة إلى مساعدات حقيقية على مستوى التدفية والتغذية وحليب الأطفال والأدوية. هناك المرضى المزمنين في وسط هذا البرد والثلوج ماذا يفعلون؟ هناك مأساة حقيقية تستدعي التدخل وأن يبادر الناس لحلحلة هذه المسلسل الأليم. المتحدث باسم مرصد أفاد لحقوق الإنسان أستاذ حسن الدلي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.